حلال نفسنا خير واش خصني نسكنو كاملين بخير ولا خير كيما كتشوفوا باقي طايح الباص باقي ظلام دابا غادي نتحركو ان شاء الله نخدمو السكاكيره ديالنا تم صافي امور كلشي كاين الزوكي ديالنا اوه كاشي لا يلا نزلت من المترو الاول انزل دابا بالدور الثاني خير ما هي البلاصه اللي هبط منها عندك شي 5 ديال الاطاس تحت والمترو الثاني اللي سير فيه كيكون بلا سير دابا 17 دقيقه باقي نجيبها هي هذيك ان شاء الله نجيب قبل انا نوصل قبل ما نكون دونك نوصلو تما نتسناو شويه بالمجا ونتحركو ان شاء الله بسم الله صلي غادي نتسناو فيها السيد ان شاء الله نتسناو هنايا باش يجي ونطلعو البلاصة اللي نخدمو فيها الساعة ومازالش نتسنى دابا 8:21 الله إلا جاني النعاس الملاهي معايا غادا يطلع يكمل النعاس ساعة ساعة وانا مريح من اللي جاني عرفتي شحال جا من اول المروح دابا نتسنى شي شوية انا مازالش نطلع فيها ان شاء الله بنان كاين شي حاجه باش نعيش عصير قريعة الماء هادي محلولة نجبدو ما واحد من القرعة نجبدو عصير هي هادو صافي هادي نخليوها خوتي وقتو الغداء طحت لي اللعبة ديالو انا اللوحة كاع عيش ديباني في الغدا فهمتو باش نمشي واش خصني تخيلو معايا ديما شن ديباني من نهار لي بديت ولات نجي من ديباني باش متكونش متأكد 100% وخا الله كان دابا 2:55 تخيلوا معايا اول وقت كيطير ولكن كيدوز طي ما عنديش مع العصير واخا هكاك كان غادي يوبي ضربوا البنان بنانة بسم الله كاين مهم خوتي راه ما شنقول لكم جيت يسحب لور انا بديت الخدمه من داك النهار في اللعبه لا خدمت داك النهار اللي نحت لكم فلوغ والنهار الاخر هو اليوم دونك 3 ايام ما كنتش مريح حتى اليوم يوم شكون وقع عقل المهم خدمت نهار واليوم نهار ما كان حتى ما كيقول لي اخويا عندي 16 عام
ولا 14 باش تنصحني وكنعم نقولو ساش قرا سهلة، قرا على راسك باش تخدم خدمة مزيان، قرا وطلع بالقراية سهلة. علي تقولك ما عندناش فلوس، قرا مزيان ولي باش نقطع ناضية غيطلعوكم فاوا قرا مزيان. ملي جمال ولكن فاش كتخلص كتجي مزيان. حد كتشد فلوس كشولي ناضي، ما قبل كتكون ضرب جمال ولكن كتخلص كتولي ناضي كدير شاع نفسيا وعقليا وجسديا. هادي هي جمال هي خلاتني نضحك. الحمد لله سالينا دابا نوضو نكملو الخدمة ديالنا باش نمشيو شوية بكري. هادي الا خرجنا بكري، ما خرجناش بكري يلا خوتي صحة وراحة. وأخيرا ساليت، شحال دابا في الساعة؟ دابا 54 دقيقة. يلا غسلنا راسنا وجهنا، باش متمشيش في الطريق فرملتك ومبراتك وكلشي لك. اليوم باش كان داكشي زوين ما كانش الغبره، دونك هادي حاجه مزيان، ولكن ما خليت ما ضربش يدي طرد داكشي كله بو 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 ويلي تا كنشوف قدام السلمة نايس راجل. نمشيو نجيبو دابا الجاكيطة ونضرب كاس كيطة نمشيو بحالنا يتسمعوني. شوفي ضاربة على الغبرة، هادي الشكارة هادي كاسكيطة، هذا الماكلة بقات منا شي لعيبة قبل ما نلبسو داكشي ونمشيو بحال ندوشي، نمشيو بحال ندوشو ونرتاحو شوية باقي طار عنا. اخيرا خرجنا يلا دابا نشوف حالنا، نشوف نمونطي لكم الفيديو ان شاء الله يتلاح اليوم. اليوم شفت الفيديو اللي غلاه اليوم ورا اليوم صورت مو خوتي اللي مازال متعبوناش عبونا في لاشين، فعل الجرس ودير لايك وشي كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو عندك نتوما تبارطاجيو خوتي بارطاجيو الماكسيموم باش نقولوا عليكم ضرب ولا من هضر ضرب منظر ولا ماشي منظر ماشي هنا كاينه مناظر. دابا سير نمشي ونضربو المترو ونطلع في حالنا. يا سلام عرفتي شحال نبدل شي باراد، نبدل جوج بارادات ونوصلو في الخيمة، نبدل مرة وحدة صافي ركب هنا بدل ليها ونوصلو ان شاء الله بخير وعلى خير. دونك دابا نمشيو نكملو خوتي الطريق. يلا خرج خرج سير بوحدي، خليت اللي معايا خدام حيت قلت نمشي نوصل شوية بكري حرام نمونطي ليكم قاد ليكم امور بس لوها لكم الفيديو خوتي. هاي حدا بفكر قد عشوف 3.40 سنتيم غادي لواحد البلاصة عندي فيها شي غراض، غنمشيو نقضيو بالزربة ونرجعو فحالنا ان شاء الله الوسطى. دابا ضروري خصني نمشي لتما باش نقضي غراض، حاجة ضربت مترو 3.40 سنتيم غادي 500 ريال وموراها هاد الكار دير 3 أورو و تكون 40 3.40 دونك 700. دابا غنمشيو ديريكت للبلاصة ونقضيو فيها غراض ورجعوا فحالنا غنشوفو خوش كار ولا ماشي كار. ضربي الكار دابا نرتاحو شوية ونمونطي ليكم شي لعيبة باش ملي نكملو نلوحو بالزربة ديت ليكم خوش. ويبلو ناضي شو واحد جبل ليه واعر واعر بلاصة يلا أول مرة تنجي لهنا هاد البلاصة خارجة على بارسيلونا جيت لها في الكار. يلا وصلت دابا بدا تيطيح الباص، خدنا نمشيو بالزربة نقضيو الغراض ديالنا ونرجعو. والله الا عندهم دعوة هنا زوين ولا نقية ماشي خاوي ما فيهاش منين بزاف او لا جيت شي وقت ماشي هو هذاك. ورقة ديال التران المهم خوتي مازال انا يلا عندي دابا شي 13 دقيقة باش نوصل للوسط. المهم نزيني ليكم هنا الفيديو باش نلوح ليكم دابا دابا نديرو تشارك ان شاء الله. المهم خوتي كان تاليا في الفيديو نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي مازال متعبونا تعبونا في لاشين فعل الجرس ودير لايك وشي كومنتير زوين وبارطاجي الفيديو عندك تسوى ما تبارطاجيوش. نتلاقاو في فيديو جديد او نهار جديد، دمتم في رعاية الله وحده.